ازيك يا استاذ شريف؟ انتخابات 2018 اول مصري في العالم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه. دخلت المركز دكتور حازم طايل استقبلني، سمعته الاغاني عجبني. المفروض ان احنا نحل اكبر عدد من المسائل في 8 دقائق. طيب انا كده الثالث في الميزان بتاعي، لكن في الناشئين انا الاول. بندرس انجلش من كي جي 1، ده ما كانش بيحصل قبل كده، عكس الاشاعه والمقوله او المفهوم في تكليف بملف الانسولين، وفي هناك خطوات جديه على مستوى الدوله. هنتفق مع الحكومه انه قرار صائب، بس احنا دايما بنقول للحكومه لما بتيجي تاخدي قرار البدايل. اوكي ليتس دو ات فاست اند جو باك. ان انا اسوق عربيه مدرعه من المعروضين اللي احنا شفناهم. احييها واحيي كل ست من خلالها، كل ست بتجري على بيتها وعلى اولادها وتشبه.